السيد محمد طلحة ثم السيد عبد السلام بلاجي باختصار أرجوكما. انا في نظري هذه الحركات ستنتقل من منطقه الى اخرى، لان عدوى الحركات ستنتقل من منطقه الى اخرى، واظن ان مدينه بوعرفه ستنهض قريبا جدا. مدينه تلسينت في هذا المساء تم اعتقال احد النشطاء في تلسينت في هذا المساء قبل الدخول الى هذا البلاطو. مدينه بن جديد كذلك، زاكوره بعد الاعتقالات الى غير ذلك. ونقول لهم ان سكان جراده، بما اننا نتكلم عن سكان جراده، فسكان جراده اخرجوا من السندريات كنزا، وحولوا الفحم خبزا، واقسموا ان لا يموت الا عزا، واقتنعوا ان النضال لا يكون الا صفا، ولا حل للفساد الا ان يرحل. عدوى الحركات سيد عبد السلام بلاجي، وساختم معك ارجوك باختصار.